نادي روما في هذه المباراة. جيانلو روسي ومحاولة العودة، العودة لمحمد صلاح بعد 11 دقيقة كانت الكرة تعاني. الرابع خارج ملعبهم، فوز على فروزينوني، على باليرمو، على فيرونتينا. ادي امامنا هنا فيروتي، هل يعزز نادي روما بهدف؟ هو الشعراوي، هو الشعراوي، 2-0 روما. روما يضمن الثلاث نقاط. اضاع بيراردي ركله جزاء في الدقيقه 87 وروما ب10